اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، خليها سمك النهارده بالتاكيد مع المغازي، هيكون له طعم تاني ومدرسه بسيطه وسهله واحببك في اكله السمك. وبلاش تشتري من بره. ليه تشتري من بره اذا انت عندك السمك خير مزارعنا البولت؟ تعملي سنجاري في البيت بطريقه بسيطه وسهله، واعلمك ازاي تعملي السنجاري من غير ما يلزق في الصينيه ولا يلزق في الفرن. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمله بالخلطه الحلوه اسمها الخلطه المغازيه لحشوه السنجاري، فيها فلفل وفيها كرفس وتركيبه من التوابل. معانا جمبري النهارده لحم، هنعمله النهارده ريزيتو من المطبخ الطلياني. حلو قوي المطبخ الغربي في عمال الاسماك، ما فيهوش كده غلبه كتير، لا ما يعرفوش حاجه عن الرده، فهنعمل النهارده الجمبري بتاعنا هنعمله ريزيتو بطريقتي الخاصه مع روزماري مع زعتر، طبعا بياخد جبنه موزاريلا او جبنه بارميزان حسب الرغبه، ولكن مدرسه الريزيتو يتعمل بالفراخ، يتعمل باللحمه، يتعمل بالخضار، لازم الريزيتو ده يكون مستوي جامد، فعشان كده الاكله دي بهداه لكبار السن والاطفال الحلوين اللي مش بيحبوا السمك هياكلوا من الاكله ديت وهتعجبهم. معانا سمك فيليه قشر بياض النهارده هعمله بكاتا. حاجة اسمها شرايح السمك الفيليه بالزبدة والليمون، يعني بكاتا فيش بالزبدة والليمون، ده المسمى الغربي بتاعها. هنعملها مع بعض النهارده ونشوف ازاي نعمل صلصة الزبدة بالليمون الجميلة الحلوة اللي بيحبها الجمبري أو السمك الفيليه. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي، بس ما تنسوش حاجة مهمة جدا، معانا النهارده عصير سموزي الليمون. الليمون بالنعناع طبعا بيساعد على الهضم ومفيد جدا في ايام الصيف وايام الحر، ولكن انا ليا مع الليمون واقفه، لازم اعصر الليمون واديله قشره حلوه عشان ياخد الزيوت الطياره اللي موجوده في قشره الليمونه، ويفضل طبعا يكون ليمون اخضر مع النعناع مع سكر مضروب في الخلاط مع صودا او تلج. ده السموزي اللي انا بحبه، وده طبعا بيناسب اكله السمك. تفاصيل كتيره النهارده في اكله السمك، وعشان كده بنعيد الحلقه دي لحضراتكم يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره نستمتع بيها على شاشه القناه الاولى. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. هنعمل مع بعض دلوقتي شويه بكاتا حلوين او شرايح السمك الفيليه، نعمله مع بعض. هنشوف ازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه. المقادير على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. يلا زي الفل. حلو كده يا رجاله، ده مكانه حبايبي فرسان التلفزيون المصري اساتذه المصورين. المقادير على الشاشه، سمك فيليه قشر بياض معانا عينيا ومعانا دقيق، وهنقول ايه التركايه لعمل السمك الفيليه عشان ما يلزقش مننا وعلشان ما يتهريش مننا ويتكسر مننا في قلب الزيت. ومعانا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، ما ننساش شويه بابريكا، مكعبين من الزبده، عصره ليمون، فصين من الثوم ومسترد. حلو قوي. طيب دي عندنا اللي انا هغلف بيه البيكاتا. مشكلتنا مع السمك الفيليه يا شيف مغازي لما نيجي نحمره في الزيت بيتفرفت مننا وبيتقطع مننا وبيتكسر مننا وبيبقى رقبتنا زي السمسمه كده، ونعمل فيه ايه؟ مش عارفين نعمل حاجه. انا هخرجك من المازق ده والمطب ده. الدي عندنا بنحط عليه نشا، بنحط على الدي ده شويه نشا. اهو حلوه النشا هنا، بيديني قوام، بيديني كريسبي، بيديني شخصيه للكفر بتاع السمك. اهو ده النشا اللي هو دي الذره، بنحط عليه زعتر ونحط شويه بابريكا ونحط شويه كركم. قلبنا الدقيق مع التوابل، وناخد السمك الفيليه بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي. دي ايه كبيره، ناخدها كده نرقها شويه. حلو، وناخد دي برده نفس القصه بالسكينه كده، ودي نفس القصة، دي ما بتستاهلش لأنها رؤية أصلا، بتبقى بطن السمكة. السمك الفيليه بطن السمكة بيبقى رؤية شوية، ظهر السمكة بيحتاج إن احنا نرقه شوية بالسكينة. دي مش عايزة ودي مش عايزة. حلو الكلام؟ السمك هنا جاهز أهوت، مش هتبله في الليمون ولا في أي حاجة خالص، هي الخلطة اللي عندي دي كده، هاخده زي ما هو كده وأحطه هنا كده. أهو نفس القصة. أهو اللهم صل على النبي. عندي طاسة شديدة الحرارة على النار، خلي بالك لا تهاون في ان هي تكون درجة حرارتها عالية جدا يا عم محسن. هتعمل فيها يا شيف، هحط فيها زيت زيتون مع زبدة. خلي بالكم الزيت الزيتون مع الزبدة هستخدمهم دلوقتي كصلصة للبيكاتا. اهو زيت زيتون شوية، الزبدة دي كلها، واسيبهم يتحمروا كده، اطور من الطعم بتاعها. عود روزماري محترم في قلب الخلطه دي كده، ورقتين ريحان حلوين،
حلو الكلام. اخد السمك الفيليه ده كده زي ما هو ينزل هنا كده. اللهم صل على النبي. شويه الديل اللي طالعين مع السمك دول هيلعبوا شخصيه القوام والفليفر للسمك. اهو نارك شديده زي الفل. في حته تانية هنا في لا مفيش. تمام زي الفل. اخش الدي كده. تمام خلص السمك كده. عشان كده خليته للاخر. هنخلي السمك على النار وهستاذن طبعا الاستاذه رحاب مقادير سموزي الليمون بالنعناع. انا عندي الصينيه اللي فيها السنجاري دي نزل منها شويه جوس حلوين صلصه يعني لطيفه وجميله. هعمل ايه؟ ركزوا معايا هنا عشان المعلومه دي مهمه جدا ومطلوبه منك لو انت بتشتغلي سمك سنجاري زي ده كده او بتشتغلي رزوتو او بتعملي رز صياديه ايا كان يعني. شوفوا معايا الحته دي كده. فرسان التلفزيون المصري. العب يا سمك. ده بينزل على الريزوتو يغذيه توابل خضره طعم السمك كل ده مع بعضه على وش الريزوتو. مش عايزه انا. واخد منه شويه كده. ركزوا معايا تاني هنا. هنا اهو انا هنا اهو انا هنا اهو 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 يا دلعك يا شيف. اهو اهو ده الشغل ده المطبخ السمك. خدت انا الحاجات والحلويات اللي نزلت من السمك استغلتها واستخدمتها. زي الفل. السمك جاهز عندي بحطه هنا كده. الرقاق الطري يا ست الكل. تعمليه باللحمه المفرومه من ايدك يبقى زي العسل. ربنا يكرمك. الكلام الحلو ده بيدينا طاقه ايجابيه. انا بسميه بنزين الحياه للعمل والابداع. دعواتكم وكلمتكم الطيبه. الرقاق يا ست الكل بتجيب الرقاق الطري من عند اي حد بتاع رقاق في المنطقه. بتعصجي اللحمه المفرومه وتخلي فيها جوسي كده عشان الرقاق يشرب منها وتحط ثلاث طبقات من الرقاق وتحط اللحمه المفرومه بتاعتك متعصجة وزي الفل بالتوابل. بلاش الكمون والكزبرة مع الرقاق. حط توابل تانية زي الحبهان شوية قرنفل حلوين شوية زعتر حلوين وبقى والفلفل الأسود طبعا ده أساسي. وبعدين تحطي ثلاث طبقات من الرقاق تاني وتجيبي كوباية من الحليب مع بطين تخلطيهم مع معلقة سمنة بلدي وتحطيهم على وش الرقاق وبألف هنا وشفا دخلها الفرن في درجة حرارة 180. أعتقد الريزوتو كده مش بيتكلم مصري. بيتكلم مصري وطلياني وكل لغات العالم. نشوف البكاتة بتاعتنا ايه الاخبار. انا سايبها تتدلع لسه معايا شغل فيها. خلي بالكم. اللهم صل على النبي. بكاتة يا راجل. طيب احنا بنهزر ولا ايه؟ بنهزر. شريحة السمك عاملة زي شريحة الفراخ لما تعمل فراخ بانيه. انت بقى بتعمليه يكسر منك في قلب الزيت. لانك رايحة جاية تقلبيه فرحانة انك بتعملي السمك. لا اهو لا ما ينفعش يتحط في الفرن خالص. زي ما انا شغال كده في الطاسه بتاعتي اللي هعمل فيها الصوص دلوقتي. نفس الطريقه دي كده. هنشيل السمك ده كده ونعمل الصوص بتاعنا ونقدمه زي الفل. اللهم صل على النبي. نحط ده هنا كده وناخد السمك اللي احنا حمرناه ده كده. يا دلعك يا شيف يا دلعك لما تشتغل بمزاج. ده سمك فيليه قشر بياض. ممكن تجيب البولت الكبير تخليه والطاسة على النار اهي مستنياني اعمل التركية بتاعتي. بس شويه السمك دول ممكن يكون سمك سلمون ممكن يكون فيليه قشر بياض فيليه بولتي فيليه وقار فيليه هامور زي ما انت عايزه. نعمل الخلطه دي بسرعه كده في قلب الطاسه وانا شغال دلوقتي حالا. شايفين انا بعمل ايه يا شيف؟ بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ عينيا. مكان تحمير السمك شغال انا. صلصه الليمون زيت الزيتون الزبده معلقة مستردة صغيره كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. واخد ليها كده على النار. هناخد الصلصه دي يا عم الشيف تنزل على وش السمك. عبه تضيفي كريمه لباني حط. يا دلعك يا دلعك. العب السمك. دي البيكاتا بطريقه المغازي لطيفه وبسيطه. حضراتكم شفتوها ازاي؟ ناخد الطبق ده كده. اللهم صل على النبي. مكانه فين يا شيف يا فاروق؟ اهو يا فندم. اهو ونصب عصير الليمون بتاعنا ونشيل الخلاط اللي عامل لنا زحمه كده. خلونا نعمل بس خلاص زي الفل. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه.
فيها ابداع، فيها ابداع، فيها حب اكتر من الابداع، فيها حب. احنا لما بالكلام الطيب اللي بنسمعه من حضراتكم والناس اللي بتتصل بيا وتشكرني بس من غير ما تطلب حاجه، صدقوني ده عبء عليا، عبء عليا ان انا اجتهد ليل مع نهار وجفوني ما تشوفش النوم علشان اعمل حاجه حلوه لحضراتكم. فانا غرقان في حبكم. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.